السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا دلوقتي في الفيديو السادس الخاص بالانزيم، بنكمل فيه الانزيم انهيبيتور. يبقى احنا كده بعد ما في الفيديو اللي فات شرحنا الكومبيتيتيف انزيم انهيبيتور، دلوقتي هنستكمل انواع الانزيم انهيبيتورز. دي الانتندد ليرنينج اوت كام، الاهداف الخاصه بشابتر الانزيم. ما يخصنا فيها في الفيديو ده ان انا لازم حضراتكم اتعرف على انواع الانزيم انهبيتور، اقارن بين ما يسمى بالكومبيتيتيف انزيم انهبيتور والنون كومبيتيتيف انزيم انهبيتور، اتعرف على امثله للادويه اللي بتشتغل بنظام النون كومبيتيتيف انزيم انهبيتور. يبقى دي الاهداف اللي لازم نخرج بيها من الفيديو الخاص بالانزيم انهبيتورز. حضراتكم المحطات اللي عدينا بيها في الانزيمز واللي وصلنا فيها للمحطة رقم 7 اللي هي الخاصة بالانزيم انهيبيتورز. زي ما اتفقنا من الفيديو اللي فات، تعريف الانزيم انهيبيتور ان هي مواد بتقلل مش بتوقف، بتريديوس الريت اوف رياكشن، ان المواد دي نون سبستريت مولكيولز. يبقى اذا الانزيم انهيبيتور ريديوس الريت اوف رياكشن فيا النون سبستريت مولكيولز. طب احنا ليه بندرس الانزيم انهيبيتور؟ اتفقنا ان المودرن دراج ثيرابي، ان اغلب الادويه اللي احنا بنشتغل بيها في الطب بتعتمد على فكره الانزيم انهيبيشن. برضو خدنا السلايد دي قبل كده، انواع الانزيم انهيبيتور قلنا ان انواعهم بتنقسم الى نوعين. في نوع ريفرسبل، يعني معناه ريفرسبل يعني اذا هو ماسك ويك نون كوفالنت بوند، يعني يقدر يسيب. الريفرسبل ده هنقسمه حسب هو بيمسك في الاكتيف سايت ولا لا الى كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف. اما الريفرسبل اللي هو لو مسك ما يسيبش، ده كده نوعه بيبقى ريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور. كده احنا خلصنا مين الكومبيتيتيف انهيبيتور، خلاص كده اللي بيمسكوا في الاكتيف سايت لازم يكونوا شبه السبستريت. هنبتدي دلوقتي في النون كومبيتيتيف انهيبيتور. فكرني كده يا فندم، النون كومبيتيتيف ستراكشرلي سيميلر للسبستريت؟ لا، نوت ستراكشرلي سيميلر للسبستريت. بيمسك في الاكتيف سايت؟ لا، ما بيمسكش في الاكتيف سايت، بيمسك في اذر سايت راذر ذان ذا اكتيف سايت. عشان كده ما بيأثرش على الانزيم افينيتي، ملوش دعوه بقى بمسكه الانزيم مع السبستريت، هو هيخلي الانزيم ما يشتغلش، ملوش دعوه السبستريت ماسك او مش ماسك، خلاص؟ هو هيشتغل على حته ايه؟ انه يخلي الانزيم نفسه ما يشتغل. اذا هو بيمكن يمسك في الفري انزيم او في الانزيم سبستريت كومبلكس، خلاص كده؟ طيب يبقى اذا النقطه الثانيه في النون كومبيتيف انهيبيتور، في منها نوع ريفرسبل يمكن يمسك ويسيب، ونوع ثاني irreversible. السؤال بقى، هل لو انا زودت السبستريت كونسنتريشن، هل لو انا زودت السبستريت كونسنتريشن، هل لو انا زودت السبستريت كونسنتريشن اقدر اعمل اوفركم للانهيبيشن؟ لا، لان ده بيمسك في مكان اواي من الاكتيف سايت. اتفقنا كده يا فندم؟ يبقى اذا اما اجي اسالك ايه هي مواصفات النون كومبيتيتيف انهيبيتور، هترد عليا تقول لي النون كومبيتيتيف انهيبيتور مش شبه السبستريت، نوت ستراكشر اسمها السبستريت، مهما زودت السبستريت نوت اوفركمينج الانهيبيشن. رقم اثنين، بيمسك في اذر سايت راذر ذان ذا اكتيف سايت، تمام كده؟ فبالتالي هو ما بيأثرش على الايه الافيد. بص كده، هو راح مسك فين؟ مسك في مكان تاني بعيد عن الاكتيف سايت. طب رقم اثنين، والله بقى يقدر يمسك بقى مع الفري انزايم او مع الانزايم سبستريت كومبلكس قبل او بعد السبستريت، مش فارق. اذا هو بيأثر على الفي ماكس، ان بوظ شغل الانزايم. يبقى اذا هنا الفي ماكس اخبارها ايه؟ الفي ماكس قلت. يبقى هنا الفي ماكس اخبارها ايه؟ قلت، لان بوظ شغل الانزايم. طب هو له علاقه بالسبستريت يمسك او لا؟ لا، ملوش علاقه. فبالتالي كي ام نوت تشينج، لا له علاقه السبستريت يمسك ولا لا، سبستريت كتير ولا لا، دي مش علاقه، ان هو ماسك في مكان تاني. يبقى اذا ما تنساش النقطه المهمه ديت، ان النون كومبيتيتيف انهيبيتور يا فندم بيمسك في مكان تاني غير الاكتيف سايت، مش شبه السبستريت. الفي ماكس ما بقدرش اوصل لها، بيقلل الفي ماكس انه بيقلل كميه الاكتيف انزايم، خلاص. ومهما زودت السبستريت كونسنتريشن كان نوت اوفركم الانهيبيشن، بس هو نو افكت اون ذا كي ام، انه ماليش دعوه السبستريت ماسك ولا مش ماسك، السبستريت كتير ولا قليل، هو له علاقه بشغل الانزيم نفسه بيخليه ما يعرفش يشتغل، خلاص كده؟ تعالى نشوف شكله في الكيرفات. طيب زي ما اتفقنا الكومبيتيتيف النون كومبيتيتيف انهيبيتور في ريفرسبل، اللي هو لو انا عملت دياليسيز، لو انا عملت ترشيح اقدر افصل الانزيم من الانهيبيتور واحل المشكله. في نوع تاني منه الريفرس. تعالى نبص على شكل الكيرف بتاع اللاين ويفر بيرك بلوت عشان نتعلمها بقى، اعرف منين ان هو نون كومبيتيتيف انهيبيتور؟ الفي ماكس قلت،
طب والكي ام ثابته لانه ما بيأثرش على ان السبستريت يمسك او ما يمسكش، يبقى هنلاقي الخطين متقاطعين على المحور الافقي، هنلاقي الخط بتاع الانزيم مزود زي انهيبيتور تمام كده، والانزيم مع الانهيبيتور الاثنين متقاطعين على المحور الافقي على الاكس اكسس، يبقى الاكس انترسبت الثابته الاثنين متقاطعين على المحور الافقي، لان الاثنين لان النون كومبيتيتيف انهيبيتور ما بيأثرش على الكي ام، فالكي ام ثابت خلاص كده، يبقى الكومبيتيتيف الخطين متقاطعين على المحور الرأسي، اما النون كومبيتيتيف الخطين متقاطعين على المحور الافقي. امثله للريفرسابل نون كومبيتيتيف انهيبيتور، حاجه احنا خدناها في الفسيولوجي اسمها الفيدباك انهيبيشن. يعني ايه كلمه فيدباك انهيبيشن؟ ادي المركب A بيتحول لمركب B بانزيم 1، المركب B اتحول الى مركب C بانزيم 2، المركب C اتحول للمركب D بانزيم 3، كان في النهايه المركب A اتحول الى D بمجموعه من الانزيم. تخيل بقى لو تراكم المركب D، لو حصل اكيوميليشن للمركب دي، اكيوميليشن للاند برودكت اللي هو الناتج النهائي اللي هو دي، ممكن يمسك في مكان غير الاكتف سايت على الانزيم 1 يعمل له انهيبيشن، فده يسموها ريفرسابل نون كومبيتيتيف انهيبيشن، فيد باك انهيبيشن، تراكم البرودكت بيعمل انهيبيشن للفيرست انزيم بان هو بيمسك في مكان غير الاكتف سايت اسمه الالوستيريك سايت. يبقى اذا مين هي الفيدباك انهيبيشن؟ ده نموذج او اكزامبل للريفرسابل نون كومبيتيتيف انهيبيشن، ان تراكم البرودكت ممكن يخليه يمسك في مكان غير الاكتف سايت بتاع الانزيم، يوقف الانزيم الاول تماما. دي كده الفيدباك انهيبيشن. بص كده يا فندم على الكيرف ده، ده كيرف الانزيم مزود انهيبيتور، الكيرف الاول اللي هو رقم A ده كيرف مزود انهيبيتور، دخلنا الانهيبيتور اللي لونه احمر، يلا نشوف نوعه، عاوزين نعرف نوعه. ها متقاطع في انهي نقطة؟ ده متقاطع في الفيرتيكال اكسس، في الفيرتيكال اكسس يبقى معنى كده ان الفي ماكس ثابتة، ده بيسموها كومبيتيتيف انهيبيتور، ده كده المجموعة بي. طب بص على المجموعة سي، شوف كده الخط احمر، الخط الاحمر والاسود متقاطعين فين؟ على الفيرتيكال ولا على الهوريزونتال؟ لقيناهم متقاطعين على الهوريزونتال، ده بيسموها نون كومبيتيتيف انهيبيشن اللي هو الفيجر رقم سي. يبقى الفيجر رقم ايه؟ ادي الانزيم من غير انهيبيشن خالص. فيجر رقم بي دخلنا انهيبيتور، عاوزين نعرف نوعه. بص الخطين متقاطعين فين؟ لقيت الخطين متقاطعين على الفيرتيكال اكسس، ده كومبيتيتيف انهيبيتور، ده كده البانل بي. طيب لو لقيت الخطين متقاطعين على الهوريزونتال على المحور الافقي يبقى ده بانل سي، ده بيسموها نون كومبيتيتيف انهيبيتور. كده عرفنا الشكل اللاين ويفر بيرك بلوت مع جميع انواع الانهيبيتور. اخر نوع هنتكلم عنه هو الايرريفرسيبل انهيبيتور. هو صحيح نون كومبيتيتيف بس المره دي بيمسك برابطه نون كوفيلنت، لا المره دي irreversible هيمسك بتايت كوفيلنت بوند، يمسك بقى قوي من الاكتف سايت، قريب من الاكتف سايت، انا مش فارق معايا المره دي هو ماسك ايه، ده اللي يهمني irreversible باستخدام تايت كوفيلنت بوند، بيروح مبوظ بيكسر الفانكشنال جروب بتاعت الانزيم. ممكن يمسك خلي بالك away من الاكتف سايت، قريب من الاكتف سايت، يمسك في اي حته، المهم ان هو هيبوظ شغل الانزيم بطريقه بلا رجعه، destroy the functional group essential for enzyme activity. ما تنساش انا قلت لك irreversible ماسك برابطه قويه tightly covalent، يبقى مش هنقدر نفصلهم عن بعض not dissociated، ده irreversible inhibitor. الirreversible هينطبق عليه قوانين النون كومبيتيتيف، ان الفي ماكس خد الانزيم باظ يبقى الفي ماكس قلت. طب وبالنسبه للكي ام انا ماليش دعوه بالكي ام هنا، انا دلوقتي هقول الكي ام زي ما هي لانه قضيته انه الاكتيفيتي بتاعت الانزيم نفسها هي اللي بتقل، لما امسك في السبستريت او ما امسكش دي مش قضيتي. يبقى اذا هعامل الريفرسابل انهيبيتور معامله الريفرسابل نون كومبيتيف انهيبيتور، ان الفي ماكس اخبارها ايه؟ قلت، بس الكي ام ماليش دعوه بيها. ليه الكي ام ماليش دعوه بيها؟ السبستريت مسك ما امسكش انا قضيتي ان انا مش هشغل الانزيم، مفيش كومبيتيشن ما بين السبستريت والانهيبيتور، الانهيبيتور ما هواش شبه السبستريت، مهما زودت السبستريت كونسنتريشن مش هتقدر توفركم الانهيبيتور. تمام، تعال نتكلم بقى كالمعتاد على امثله لحاجات بتشتغل بنظام الايرريفرسيبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور.
اولا السيانايد، وهنلاقي ان اغلبها سموم. تعالى كده بص، السيانايد، السيانايد دوت، وده معروف التسمم بالسيانيد، ده بيوقف الانزيم اللي اسمه ميتوكوندريال سيتوكروم اوكسيديز، فبالتالي بيوقف الانزيم ده مسؤول عن تكوين الاي تي بي والانرجي برودكشن. لما بيقف البني ادم بيموت تماما، لان مفيش انرجي راحه للبرين ولا للاورجانز المختلفه. يبقى السيانايد كسم irreversibly inhibit enzyme اسمه mitochondrial cytochrome oxidase. لما بيوقف الانزيم ده بيوقف تصنيع الاي تي بي. الاي تي بي ده انا محتاجاه لجميع الاورجنز واهمهم البرين. مفيش اي تي بي، مفيش انرجي، الانسان هيموت. تاني حاجه، مضاد حيوي مهم جدا اسمه البنسلين. البنسلين من اشهر المضادات الحيويه الموجوده في السوق. طب البنسلين ده بيموت البكتيريا ليه؟ ليه هو انتي بايوتيك؟ بيموت البكتيريا ليه؟ بيوقف انزيم اسمه بكتيريال ترانسبيبتايديز، ده اللي بيصنع البكتيريا السيل وول. لما الانزيم ده ما يشتغلش، البكتيريا ما تقدرش انها تصنع الوول بتاعها، ما تقدرش ان هي تعيش. عشان كده البنسلين مضاد حيوي فعال جدا، بيوقف تصنيع البكتيريا السيل وول، الجدار بتاع البكتيريا بيوقف تصنيعه، فبالتالي البكتيريا بتموت. ثالث مثال عندي غاز الاعصاب، غاز الاعصاب اللي هو النيرف جاز او الاورجانوفوسفورس، اللي هي المركبات اللي بتبقى موجوده في المبيدات الحشريه. طيب الغاز الاعصاب او الاورجانوفوسفورس الموجود في المبيدات الحشريه دول بيوقفوا لي انزيم اسمه كولين استريز، ده اللي بيكسر الاسيتايل كولين. احنا محتاجين الاسيتايل كولين في جسمنا، ايوه محتاجينه، بس ما ينفعش يقعد مده اطول من اللازم. فالمفروض انه بعد ما يؤدي وظيفته نكسره بانزيم اسمه الكولين استريز. طب افرض انه ما اتكسرش وفضل الاسيتايل كولين مده طويله، بيخلي الانسان في حاله استثاره. غاز الاعصاب دوت بيخليني دايما في حاله استثاره، وممكن اخش في شلل او باراليسيس، وممكن الانسان يموت مني. ليه؟ لان الكولين، لان الاسيتايل كولين يعلى جدا في جسم الانسان وما يتكسرش. اخر مثال عندي للايرفيرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور، اشهر حاجه بناخدها للصداع الاسبرين. والاشهر حاجه برضو يقول لك ايه، الاسبرين ده باخده في الصداع، باخده في حالات في لما الحراره بتاعتي تعلى. وكمان الاسبرين بياخدوه، يقول لك ينصح لكبار السن ان هم ياخدوا قرص اسبرين اطفال، لان هو بيمنع الجلطات، انتي بليتلت. طب ايه قوه الاسبرين ده اللي بتخليه يشتغل، يقلل الصداع، كمان خفض الحراره، وكمان ممكن بيستخدمه كمضاد للجلطات؟ قال لك الاسبرين الريفرسبل بيوقف انزيم اسمه سايكلو اكسجينيز. طب ولما يوقف السايكلو اكسجينيز يحصل ايه؟ بيوقف تكوين مركبات مهمه اسمها البروستاجلاندين. ولما يوقف تكوين البروستاجلاندين او يقل تكوين البروستاجلاندين، ده بيساعدني على ان الصداع يقل، بيساعدني على ان الحراره تقل، وبيوقف تكوين مركبات اسمها الثرومبوكسان اللي هي احنا محتاجينها عشان البليتلت او عشان الصفائح الدمويه تمسك في بعضها تعمل الثرومبات. اذا الاسبرين مهم جدا، ليه؟ كدواء مضاد للصداع، خافض للحراره، كمان مضاد للجلطات. ليه يا فندم؟ بيوقف انزيم اسمه السايكلو اكسجينيز. وايه يعني اما الانزيم ده يقف؟ لما الانزيم اللي اسمه سايكلو اكسجينيز يقف، مركبين هيقلوا، البروستاجلاندين والثرومبوكسان. لو البروستاجلاندين قل كده الصداع يقل، كده الحراره تقل عندي. لو الثرومبوكسان قل، ده بيقلل الاجريجيشن او ان الصفائح الدمويه تمسك في بعض، فبالتالي بيقلل تكوين الجلطات بتاعتي. اذا يا فندم عندك اربع حاجات بنستخدمهم كامثله للريفيرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور. اثنين سموم، واحد منهم السيانايد بيوقف الميتوكوندريال سيتوكروم اوكسيديز، ثاني واحد غاز الاعصاب والاورجانوفوسفورس اللي موجوده في المضادات الحشريه بتوقف الكولين استريز، فبتزود نسبه الاسيتايل كولين، بتزود الاستثاره، ممكن تدخل الانسان في باراليسيس او شلل. ثم حاجتين بقى ادويه اللي هم البنسلين بيوقف الترانسبيبتايديز في البكتيريا ما تنساش، فبيوقف تصنيع البكتيريا السرور، بستخدمه كانتي بايوتيك. واشهر حاجه اللي هو الاسبرين، الاسبرين ده بستخدمه كمسكن انالجيزيك، خافض الحراره انتي بايوتيك، وكمان مضاد للجلطات، بيوقف تجمع الصفائح الدمويه انتي بليتلت اجريجيتور، بيوقف عن طريق ان هو بيوقف انزيم اسمه السايكلو اكسجينيز. وايه يعني ان وقف السايكلو اكسجينيز؟ بيقلل تكوين البروستاجلاندين، بيقلل الصداع وخفض الحراره، بيقلل كمان مركب اسمه الثرومبوكسان، فبالتالي اللي هي الثرومبوكسان لما تقل بيقلل تجمع الصفائح الدمويه، فنستخدمه كعلاج للجلطات. اذا اثنين سموم، السيانايد والنيرف جاز، اثنين مفيدين اللي هو البنسلين والاسبرين. دي الامثله بتاعتنا للريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور.
اخر نوع من الانهيبيتور هندرسه مع بعض اسمه السويسايد انهيبيتور. السويسايد انهيبيتور ده يا فندم هقول لك ده سبيشال كيس، حاله مخصوصه، نوع مخصوص من الايرريفرسيبل انهيبيتور. خلاص، نوع مخصوص من الايرريفرسيبل انهيبيتور بيجمع ما بين مواصفات الكومبيتيتيف والايرريفرسيبل نون كومبيتيتيف. يبقى السويسايد نكتب بين قوسين ده بيجمع بين مواصفات الكومبيتيتيف والايرريفرسيبل نون كومبيتيتيف. يبقى اذا هو بيشتغل باتنين ميكانيزم، ميكانيزم الكومبيتيتيف انهيبيتور والميكانيزم التاني بتاع الايرريفرسيبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور. بيبتدي الاول ان الانهيبيتور ده شبه السبستريت بتاع الانزيم، ماشي؟ يبقى هو الانهيبيتور اللي هو اسمه السويسايد ده بيبتدي كومبيتيتيف، خلاص كده بيبقى شبه ستراكشر سيميلر للسبستريت بتاع الانزيم، بيطلع برودكت بس اكيد ابنورمال برودكت. الابنورمال برودكت دي بقى ترجع تمسك الريفرسابولي مع الانزيم تعمل ديستروي وان اكتيفيت الانزيم. اذا هو ابتدى كومبيتيتيف، كمل في الخطوه الثانيه الريفرسابل نون كومبيتيتيف انهيبيتور. يبقى السويسايد انهيبيتور مش بيشتغل بميكانيزم واحد، بيشتغل باثنين ميكانيزم، بيبتدي كومبيتيتيف ستراكشر سيميلر سبستريت بس بيطلع ابنورمال برودكت. الابنورمال برودكت دي تعمل ايه؟ ترجع تمسك الريفرسابل نون كومبيتيتيف مع الانزيم، تعمل ان اكتيفيشن الانزيم. كالمعتاد قولي لي اسم دواء في السوق الدواء ده بيشتغل بطريقه السويسايد انهيبيتور. الانزيم الدواء اسمه اللوبيورانول. الدواء ده بيستخدموه في علاج مرض اسمه النقرس اللي هو الجوت، مرض الملوك. ليه الجوت ده؟ العيان ده بيبقى عنده زياده في انتاج اليوريك اسيد، مثلا بياكل لحوم كتيره فبالتبعيه بيطلع انتاج يوريك اسيد عالي، اليوريك اسيد يجي له التهابات في المفاصل والتهابات في صباع رجله الكبير، ده اللي بيسموه النقرس، مرض الملوك. من كتر اكل اللحمه بيجي لي يوريك اسيد يعلى في الدم. خلاص كده اليوريك اسيد ده بيطلع ازاي؟ ان في ماده، ان ماده اسمها الهايبوزانسين بتحول الى زانسين بمساعده الزانسين اوكسيديز، الزانسين اوكسيديز يروح محول الزانسين برضه ليوريك اسيد، كأن الزنسين اوكسيديز بيعمل وظيفتين، يحول الهايبوزنسين الى زنسين ويحول الزنسين ليوريك اسيد. لو سيادتك عندك يوريك اسيد كتير قوي اكيد هتفكر ان انت تعمل انهيبيشن لاني انزيم، هتوقف الانزيم اللي اسمه زنسين اوكسيديز. يبقى وظيفه الدواء اللي اسمه اللوبيورانول ان هو يوقف الانزيم اللي اسمه زنسين اوكسيديز. هيوقفه ازاي؟ هو الالوبيورانول، شايف النيتروجين ديت، شايف تركيب الالوبيورانول شبه الهايبوزانسين، ستراكشرالي سيميلر للهايبوزانسين، عنده بس نيتروجين هنا في الحته دي زياده مش موجوده عند الهايبوزانسين. يبقى الدواء اللي اسمه الالوبيورانول ستراكشرالي سيميلر للهايبوزانسين، حلو، يبقى كده ستراكشرالي اشتغل ككومبيتيتيف انهيبيتور. هيديني برودكت، يبقى اذا مفيش هايبوزانسين بقى، في اللوبيورانول هيتحول بمساعدة الزنسين اوكسيديش مش لزنسين، هيتحول الى اللوزنسين. اللوزنسين ده نورمال برودكت؟ لا ده ابنورمال برودكت. اللوزنسين هيعمل irreversible non-competitive inhibition، هيدستروي وان اكتيفيت الزنسين اوكسيديز فيقلل مستوى اليوريك اسيد في البلاد فنعالج المرض اللي اسمه النقرس. تمام كده؟ يبقى اذا هو ابتدى structurally competitive الالوبيرانول شبه الهايبوزنسين، خلاص كده فيدخل هو مكانه على الزنسين اوكسيديز بس هيطلع لي برودكت غريب ما اسموش زنسين اسمه اللوزنسين. الالوزنسين ده بقى يعمل ايه؟ يشتغل ك irreversible non competitive inhibit inactivate الزنسين اوكسيديز الى ما لا نهايه، فبالتالي هيقلل اليوريك اسيد ويعلى بداله الهايبوزنسين والزنسين، دول ما بيعملوليش. تعال نشوف الكلام مكتوب، ادي الالوبيرانول بيوقف انهي انزيم عامة؟ الزنسين اوكسيديز. الالوبيرانول بيوقف انهي انزيم؟ الزنسين اوكسيديز. هو الاول ستراكشرالي سيميلر للهايبوزنسين، بيديني بدل بقى مش الهايبوزنسين كان بيتحول لزنسين، لا هيتحول الى مركب اسمه اللوزنسين. خلاص كده الالوبيرانول ده بيشتغل على الزنسين اوكسيديز، هيديني اللوزنسين، الالوزنسين بقى بيمسك في الانزيم ما يسيبوش، تايتلي باوند تو ذا انزيم. خلاص كده وبالتبعيه زنسين اوكسيديز مش هيقدر بقى يشتغل على السبستريت يحولها لبرودكت، هيقلل اليوريك اسيد، اليوريك اسيد برودكشن هيقل، هيعلى الزنسين والهايبوزنسين، دول ما بيعملوليش مشاكل. ده الالوبيرانول اخر مثال عندنا للسويسايد انزيم انهيبيتور اللي بتشتغل باثنين ميكانيزم،
تبتدي كومبيتيتيف وتنتهي الريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور. الوبرانول بيشتغل على انزيم محدد اسمه الزنسين اوكسيديز، بستخدمه في علاج مرض معين اسمه الجو. كده بعد ما نهينا انواع الانزيم انهيبيتور اتفقنا ان هم ممكن يكونوا ريفرسبل او الريفرسبل، وقلنا ان الريفرسبل ممكن يكون ريفرسبل كومبيتيتيف او ريفرسبل نون كومبيتيتيف، اما الريفرسبل دايما الريفرسبل نون كومبيتيتيف. خلاص كده تعال نشوف نقط المقارنه ما بينهم سريع. بالنسبه للريفرسبل كومبيتيتيف، بالنسبه للاستراكشر بتاع السبستريت، لما نقول كومبيتيتيف لازم هنقول ريفرسبل كومبيتيتيف يبقى استراكشر سيميلر للسبستريت، اما الباقيين نوت استراكشر سيميلر للسبستريت. خلاص كده السايت اوف بايندنج، الكومبيتيتيف بيبقى عند الاكتيف سايت، اما الباقيين سواء كانوا ريفرسبل او اير ريفرسبل لا يا فندم دول غالبا بيبقى هما اما عند الالوستريك سايت اما اواي من الاكتيف سايت. حتى الاير ريفرسبل بنقول عليه ايه؟ ممكن يكون في الالوستريك سايت او نير الاكتيف سايت. خلاص كده بالنسبه للافكت على الفي ماكس والكي ام، احنا قلنا ان الكومبيتيتيف شرطه الاثنين بيتنافسوا عشان يوصلوا للاكتيف سايت، يبقى اذا ممكن يوصل للفي ماكس، ده النوع الوحيد من انهيبيتور اللي بيوصل للفي ماكس، بس على حساب ايه؟ ان انا اعلي السبستريت كونسنتريشن او اعلي الكي ام، يبقى الريفرسبل كومبيتيتيف مفيش تاثير على الفي ماكس ان انا ممكن اوصل لها، اما تاثيره على الكي ام، الكي ام بتزيد. خلاص كده لما جينا نبص على اللاين ويفر بيرك بلوت هنلاقي ان الخطين متقاطعين عند الواي اكسس لان الفي ماكس ثابته، وان انا ممكن اعمل اوفر كومنج للافكت بتاع الانهيبيتور بزياده السبستريت كونسنتريشن. طب تعالى نبص على الريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور، احنا قلنا هل هو ستراكشر سيميلر سبستريت؟ لا، يمسك فين؟ في الالوستريك سايت. تاثيره ايه على الفي ماكس؟ لازم الفي ماكس تقل، بالتالي ملوش تاثير على الكي ام لان انا هنا ماليش دعوه بالاكتيف سايت، انا بتكلم في مكان تاني، فبالتبعيه ملوش تاثير على الكي ام. بالنسبه لللاين ويفر بيرك بلوت هنلاقي الخطين هنا متقاطعين فين؟ عند الاكس اكسس، لان اللي ثابت هنا هو الكي ام. خلاص كده هنا انا ما اقدرش اعمل اوفر كومنج للانهيبيشن بزياده السبستريت كونسنتريشن، مهما زودت السبستريت كونسنتريشن مش هقدر اتغلب على الانهيبيتور. بالنسبه للريفرسبل نون كومبيتيتيف انهيبيتور مش استراكشر سيميلر للسبستريت. بالنسبه ليه بيمسك فين؟ هو الاساس ان هو بيمسك اواي من الاكتيف سايت في الالوستريك سايت، في انواع قليله منه ممكن تمسك قريبه من او عند الاكتيف سايت. تاثيره على الفي ماكس لازم تقل، تاثيره على الكي ام زي ما قلنا احنا مالناش دعوه دلوقتي بالاكتيف سايت، يبقى اذا مالناش لان احنا شغالين اواي منه، فلازم هنقول برضو ان هو ملوش تاثير على الكي ام. خلاص كده هل اقدر اعمل اوفر كومنج انهيبيشن ولا لا؟ طبعا ما اقدرش لان ده الريفرسبل. كده يبقى احنا خلصنا جميع انواع الانزيم انهيبيتور. كده احنا نهينا الجزء الخاص بالانزيم انهيبيتور سواء كان كومبيتيتيف ونان كومبيتيتيف، قارنا بين الانواع الثلاثه، عرفنا انواع الدراجز اللي بتشتغل بنظام الكومبيتيتيف انهيبيتور، انواع الدراجز اللي بتشتغل بنظام الايرريفرسبل نان كومبيتيتيف انهيبيتور. كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.